قبل ما نطلع فاصل عشان بس ما نطولش عليكم، فشوفوا إسلام وسارة لما صعد قمة جبل في روسيا علشان يعني يقوم برفع علم مصر. على الرغم من خروج منتخب مصر من المجموعة الأولى في كأس العالم وتقديمه عروضا مخيبة لآمال جماهير الكرة، نجح اثنان من أبناء المحروسة إسلام وسارة غالي على رفع علم مصر على خامس أعلى قمة في العالم والأولى في أوروبا. أنا سافرت روسيا مش عشان أشجع المنتخب، لا، أنا كنت مسافرة سفرية تبع الشغل، إن احنا نتسلق على جبل في قمة أوروبا. الجبل اسمه جبل ألبروس، ده أعلى قمة في أوروبا على ارتفاع 5642، موجود في يعني على البوردرز بتاعت روسيا وجورجيا، وناس من كل حتة بالعالم بتروحه علشان هو يعتبر واحد من السبع قمم، أعلى سبع قمم في العالم. جبل ألبرس واحد من قمم العالم السبعة، يعتبر أعلى قمة في أوروبا. هو جبل بركاني له قمتين، شرقية وغربية، الغربية تعتبر الأعلى في أوروبا. جبل طبعا كله تلجي، درجات الحرارة فيه بتوصل -20. الجبل ده موجود في جنوب روسيا وبيقع على تقريبا 11 كيلو حدود روسيا مع جورجيا. يعتبر القمة الخامسة من قمم العالم السبعة. أنا طلعت الجبل ده قبل كده من سنتين. السنة دي كنت طالعة معايا مجموعة أنا القائدة بتاعتهم. المجموعة الحقيقة كلها كانت من السعودية. كانوا تقريبا 6 بنات وولدين. اتقابلنا في روسيا هناك، وهم الناس دي اصلا بتحب برضو سياحه المغامرات وبيحبوا السفر وبيحبوا الجبال، ومعظمهم دي كانت تاني او تالت مره يطلعوا جبل. يعني احنا بنوصل مش بنعدي على اي حته سياحيه خالص، احنا في حته قريه صغيره جدا في روسيا، في الجنوب، جنوب روسيا خالص. قريه صغيره بدائيه جدا، ما فيهاش اي حاجه. الناس اللي بتروح هناك بس عشان تروح تطلع الجبل، مش اي حاجه تاني. فبنبدا اول كام يوم كل شويه بنطلع على ارتفاع، وبعدين اليوم اللي بعدين نطلع على ارتفاع اعلى، واليوم اللي بعدين نطلع على ارتفاع اعلى، علشان نعمل حاجه اسمها اكليمتايزيشن، اللي هو بنظبط جسمنا على الاكسجين، عشان كل ما بتطلعي لفوق الاكسجين بيقل. وعلى الجبل كان في تلفزيون، فاتفرجنا على الماتش مع بعض. كانت الحقيقه ليله حلوه جدا، لان احنا حتى هم كانوا بيشجعوا المصريين وبيشجعوا محمد صلاح، وكانت روح القعدة كانت حلوة جدا. أول ما حطيت رجلي على قمة الجبل طبعا طلعت علم مصر واتصورت معاه، وقعدنا كلنا نتصور صور كتير، واتبسطنا جدا، وكنا بنهني بعض يعني على الأكومبلشمنت الفظيع ده. بحلم إن في يوم من الأيام أطلع أعلى قمة في العالم، جبل إيفرست.